السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. النهاردة يوم مش عادي. النهاردة ان شاء الله يوم تنفيذي. يومنا بإذن الله ومشيته رحلة في القاهرة. طبعا أنا معايا أسرة متكونة من 18 فرد، من ضمنهم أمي وخالي وكذا وكذا وكذا. دي أول جولة لينا في الأهرامات إن شاء الله. طبعا تذكرة الدخول هنا 10 جنيه عشان الناس بس اللي بتحب التفاصيل دي. احنا منتظرين كارتة اتفقنا عليها ب 75 جنيه عشان محدش ايه يعرف. ماشي، الكارتة حلوة ب 75 جنيه يا جدعان، محدش يزود عن كده. ان شاء الله هنطلع نلف بيها. طبعا معانا الاخ يحيى، مش هتسلم على جنبه؟ ايوه. مفيش حاجه يسعد صباحكم ولا يسعد مسافر ولا اي حاجه. طبعا خالي اهو عايز يتصور، صور لك الاهرامات اهو من فوق. وام هي مرات خالي، امير ابن خالي. انتظروا معانا علوله. انت مستنيه ايه؟ حصاء؟ يلا مستنيه حصاء؟ هنطلعوا فين؟ على الهرم وابو الهوق؟ خليكم معانا يا شباب. طبعا يا جماعه، بالنسبه لسعر الكاريتا او الحنطور، المفروض ان هي سعرها 150 جنيه في الساعه. السعر ده وزاره السياحه هي اللي حطاه. هما بيتصوموا معاك على انت بتاخد اقل من ساعه، يقول لك 175 كده يعني. طبعا بقى هي ايه، طلعت الاهرامات دي يلزمها الكاريتا زي ما انتم شايفين كده. في مطلع كبير كده وانت طالع بتبقى ظهرك لورا، المطلع ده بيبقى صعب خالص. عالية اتوترت منه وبدأت تخاف، بس بعد كده ايه خدت على الوضع يعني. ايوه لولو، مالك يا لولو؟ خايفه من ايه لولو؟ هي ماما هنا وبابا هنا. لولا طبعا انا وعم ابو الفول جدي الكبير. ايه يا بابي؟ ده كده المفروض ان هو خوفو، الهرم اللي هو بيبقى على اليمين ده. ماشي، و حاسب الحفره جنب منه اللي هو دوت اللي فيه الموز اللي هو معمول ده كده، ده خفره. والاخير خالص اللي ورا ده منقره اللي هو الصغير اللي باين. ماما هنا هي عليها. طبعا يا جماعه، اللي بنى الهرم الكبير دوت اللي هو خوفو كان مهندس اسمه هيمي يونو. مهندس ده مش ده، ده منقرة اللي هو ده. الهرم الكبير ده اللي بناه هيمي يونو. تمام. فكرة الهرم جات ان هو كان فيه بطالة، هما بصراحة عملوا معجزة. والمعجزة يا جماعة ان الحجارة بتاعت الهرم ديت مفيش اسمنت ولا في اي حاجة ماسكاها، ده بتاع هيمي يونو ده. الحجارة دي مرصوصة فوق بعضها من غير ما اي حاجة تمسكها، يعني اعتمدوا على ثقل الحجارة نفسها. فدي المعجزة اللي الناس احترت فيها لحد دلوقتي. والعلم ان مساحة الهرم الكبيرة دي 13 فدان على حسب القراءات اللي احنا ايه قرأناها، اللي هو ده بتاع خفرة. وغير ان هي على 13 فدان قعدوا 20 سنة يبنوها، يعني تقريبا كل يوم يحط لهم 4-5 حجارة ولا بتاع. تمام، معلش انا بنحاول نقول بس معلومتين ببساطة كده بطريقة فكاهية عشان نظبط الفيديو، يبقى الفيديو فيه ايه؟ فيه فايدة يعني. ايه؟ صوروا. تخيل انت بقى مبنى بالحجم ده وبالطريقة الهرمية بتاعته دي وحجارة مرصوصة فوق بعضها، بس متخيلين انتم؟ هو ده صلب الموضوع يا جماعة، هو ده صلب المعجزة، ان الحجارة دي كلها مرصوصة فوق بعضها. بس ايه؟
عشيته. طبعا زيارة الهرم بكاريتا او بحنطور او بجمل ليها طقم تاني. احنا خدنا الامل. ايه هتركبي الامل؟ هو ده الامل هو ده. طب بصي ده الهرم اهو. ايه الهرم اهو؟ ده خوفو وده ايه؟ ده منقرع. ده امال عم خفرع فين؟ خوفو وخفرع وده منقرع بقى الثالث منقرع. يومنا جميل ان شاء الله وخليكم معانا باذن الله. يلا اليوم بصي هنا بصي هنا بصي هنا بصي هنا. لا انت فين دلوقتي؟ تعالى شوف عند فرعنا. اه يلا تمام يا باشا. تمام يا حبيبي. فاضل ابو الهول بقول لك ما نزل انت وداه عند البانوراما وابو الهول دول بين الثلاث اهرامات عند الجمال. عند الجمال جوه فين بقى؟ جوه فين؟ دخلك جوه فين؟ عند بانوراما الهرم اللي في النص هي دي اسمها البانوراما. يبقى كده انا فاضل لي ابو الهول. يلا يلا ابو الهول. عم ابو الهول طبعا الناس بتيجي في وقفات معينه كده بحيث ان هو يحط ايده على مثلا راس ابو الهول، يحط ايده على الهرم. الوقفات دي بتبقى ايه على حسب الاماكن. طبعا المكان ده يعني سبحان الله حاجه ليها تاريخ، حاجه من المعجزات اللي الناس لحد دلوقتي عجزت عن حل لغز الاهرامات دي. منهم اللي قال اتعمل بالسحر، منهم اللي قال استخدم الجاذبيه، سبحان الله. وطبعا في اللي نسب قوم عاد. المهم ان هي سبحان الله في الاول وفي الاخر معجزه، يعني معجزه وقف عندها التاريخ. خليكم معانا ان شاء الله الفيديو حلو. عليها كده بدات تفك معانا بقى وانبسطت في النزله. كان الموضوع اسهل يعني. شوف برده شويه مناظر في منتهى الروعه من هضبه الجيزه. شوفوا بقى منظر البلد. خليكم معانا في المناظر دي يا جماعه. هي لون الحصان حلو. ها انت بتعيط ليه؟ طيب ايوه عم انت ما ركبتنيش الحصان ده. انا كنت عاوز اركبه. هنركبه لك. الحصان بكام؟ الحصان بكام؟ لا انا اللي عايزه لوحدي. ياسين كان في الملاهي مره ركب حصان. مفيش حد يا جماعه. مصر عامله ازاي من فوق؟ مفيش حد. لف لف لف. جيزه لذيذه. يقال والله اعلم ان القران الكريم اشار الى الاهرامات في قوله تعالى: وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. في سوره القصص. في بعض المفسرين قالوا ان الحجاره بتاعت الاهرامات دي اتبنت من الطين وبعد كده ولعوا عليها بالنار، سخنوها يعني زي ما بنعمل احنا التوب كده. بنتكلم انا طبعا باللغه العاميه بتاعتنا البسيطه عشان كل الناس تفهم، وانا برضو مش مؤهل نتكلم في الموضوع ده، ولكن انا حبيت ان ايه نقول المعلومات دي. فالله اعلم. برضو بيقال ان هي كانت اساسا طين وولعهم عليها بقت حجاره، وربنا اللي يعلم. برضو دي برضو من ضمن الايه الروايات اللي سمعناها فيها. Let's go.
بص يا جماعه، اي في اوامر يا سلعة اقول لها. بص الاوامر اللي في الصحراء، ممنوع حد ينط في السوق، ممنوع حد يخش جوه، دي اتنين اوامر. استنى يا سينا يا عم، تعالى هنقدمك الاول. بص يا جماعه، احنا ايه نزلنا بالحنطور كده دلوقتي، ورا مننا ايه ابو الهول، بس في اوامر هنا الاخ ياسين عايز يقولها لكم. يلا يا سينو. الاوامر مفيش حد ينط في السوق، مفيش حد ينط في السوق. الاوامر الثانيه، ممنوع حد يخش الهرم والفرعون. ممنوع حد يخش الهرم والفرعون، اثنين اوامر. اثنين اوامر بس، وهي عاليه، وهي كمان وفي اوامر، في اوامر. وهي يحيى الولا سين ومريم ركبوا الجمل اهوت، بس الولا يحيى خاف. ايه يلا، انت عملت ايه دلوقتي؟ طب انت ركبت ايه؟ ركبت جمل. وبعدين وهتعمل ايه؟ همشي بيه. هتمشي بيه؟ العب يا معلم. يلا 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 يلا. الله يلا ليه كده من اوكي بالراحه، يلا بينا. سواد شيب العيجة حبيبة. طبعا ايه؟ يلا يا علية. يحيى مرضاش ايه؟ يحيى مرضاش يركب الجمل، قال لك انا راجل فارس بتاع حسنة. العب يا فارس يا بتاع الحسنة. شو شد شد يلا. خافش خافش. وياسين طبعا ايه عمال بيشيله. ما تخافش ما تخافش بالراحه. لقيت رحلتكم النهارده ان شاء الله نورتم من منوعات الرحاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.